صباح الخير يا حبيبي. أهلين ماما. أهلين. أعطيني بوسة. أهلين يا عمي. شو بكون؟ ليش هيك مرايقين؟ شو في؟ احكي لها. احكي لي أمي شو في؟ غليتولي قلبي. أخوكي. شو بو؟ حكى معه أبوكي بالتليفون من شوي. طلع بالمشفى. بالمشفى؟ ليش خير؟ شو صاير؟ ما في شي بخوف، بس أكل علي ضربة سكين صغيرة بإجره. الله يصلحه ويهدي. امبارح كاين سهران هو ورفقاته، وعلى ما يبدو سكرانين. طالع لهم بالطريق شلة زعران. شلة زعران؟ قولي ابنك ورفقاته هن شلة الزعران. قال دكتوراه قال إنه عنا بالجامعة ما عندهم نظر مين يبعتوا ومين ما يبعتوا. يا هيبشوم، أبوك كتير مقهور منه. أول ما حكى معنا معن أخوكي ما قبل يعترف بالقصة. لحديت أبوكي ما سمع صوت رفيقه، قال له هاتوا بدي أحكي معه. ما كان أخوكي يقبل، عصب أبوكي وقام الدنيا وحطه وجرسنا. وقت اللي حكى رفيقه اعترف إنه الشغلة شغلة بنات ما بنات. على ما يبدو متحرك شي بوحدة. أمي مشان الله، مين متحركة شبين؟ معن ورفقاته ولا هدوك الجماعة؟ لا للأسف معن ورفقاته. ما بعرف كمان يا أمي إذا الشغلة فيها تبلي. بتعرفي هنيك بس يشوفوا شكل عربي اللهم عافينا، بده الواحد يعمل 100 حساب. طب هلا المهم هو متأذي كتير ولا شو وضعه؟ لا الله قدر ولطف، بسيطة الحمد لله. بعد شوي طالع من المشفى. الحمد لله نشكر الله. طمنيني هلا أمي، كيفك أنت ونعيم؟ إن شاء الله رواق. إيه سوزان كيفك؟ تمام ماشي حالي. ليكني هلا هي فوتي عالشام. ايه خلصنا من الصنفة، بس شو هوايات هنيك بياخدوا العقل. بتعرفي؟ تمنيت لو كنتي معنا. سوزان انا عن جد اشتقت لك. عن جد؟ طيب يا سيدي الحمد لله على سلامتك. نلتقى؟ ايه خلص هي بكره بنرجع التصوير وبشوفك. برا؟ والله ما بعرف. طيب ما في مشكلة، حاكيني بكرة أو بعد بكرة. أوكي خلص، أكيد أكيد. مع السلامة. باي باي. ما بعرف إذا خبرتك أختي إني انضربت سكين بسببك. من يوم اللي صديتيني بهالطريقة أنا اللي كل ذنبي إني أعجبت فيكي وأنا مشتت وضايع. شفت بنت هون بتشبهك، حاولت حكيها قام وقعت بمشكلة. أنا يبدو قصتي أكتر من إعجابها. صورتك ما عم تفارقني. بقى شو قلتي؟ من وين طلع لي هاد؟ وأنا يا أمير كتير مرتاحة بالحكي معك. بس ما بعرف ليش حسيت انك متردد كثير بقبول دعوتي اليوم. يعني في شيء بالعيله مثلا او اي شيء؟ قصدي ممكن اذا حدا شافك قاعده بهيك قاعده فانه يتصرف بطريقه يعني. خايف؟ لا ماني خايف بالعكس، بس يمكن بدي اياك تقولي لي ايه في لحتى ما افهم ترددك ضدي. بس ضدك؟ لا بالمره بالعكس. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. هو بصراحة في شغلة صغيرة. شو هي؟ لا معلش، يمكن مع الأيام بحكي لك إياها، بس أكد تماماً ما إلها علاقة بمؤسستك. طيب، خلينا لكان نحكي بالمهم. أنا كنت حابب إنه نلتقي اليوم لوحدنا، وقبل ما نرجع التصوير بكرة، لأني حابب كنت اقول لك شيء وبصراحة ما صح لي اني اقول لك اياه من قبل، او ما سنحت لي الفرصة يعني. سوزان انا معجب فيك. هيك بدون اي مقدمات. ليكي انا شخص عقلاني فيني اقول لك بحبك دغري وهلا، بس بفضل اقول انه انا معجب فيك.
فإذا أنت عندك إعجاب مماثل أو ارتياح أو شو بدك تسميه سميه، فخلينا نطور هالشي، قصدي خلينا نجرب إنه نطوره. ما بتعرفي يمكن نلاقي ببعض شيء خلينا نكفي حياتنا سوا. شو أنا غلطت؟ حكيت شيء أزعجتك؟ عن جد شوفي سوزان، ليش ضايقتي؟ لا بس تخيلتك رومانسي أكتر وقت بدك تفتح هيك موضوع. يعني كنتي حاسة إني رح أفتحه؟ يمكن بين عليك مهتم بس تخيلتك تحكي غير هيك. بصراحة سوزان أنا كنت عم بحكي هيك لأنه أنا كنت خايف ومتلبك في إنك تصديني، بس هذا هو السبب. بس لطالما كنتي حاسة بهالشي. أنا ما قلت أنه عم بستنى. لا لا بعرف، ما قصدي. أنا قلت أنه من اهتمامك بين أنه كنت تفتح هيك موضوع. عن جد سوزان أنا كنت عم بحكي بعقلانية لأني كنت خايف إنك تصديني، لا أكثر ولا أقل. بس صدقيني سوزان أنا شعوري أعمق منك. سوزان أنا بحبك عن جد، عن جد. إيه بس كلامك الأول مو غلط، نحن ما بنعرف بعض منيح. أنا آسفة إذا خليتك تتورط بكلمة بحبك. كلامك الأول أصح، خلينا نتعرف على بعض منيح ونضل نشوف بعض بعض التصوير، هيك بيكون أحسن. ما هو قرب يخلص، مشان هيك قلت إنه ما بقى في وقت. مو إنه ما بقى في وقت إنه ما عاد أقدر أشوفك أو ما أحكي معك، لا طبعا، بس إنه هلا أحسن، مشان هيك بنصر على لقاءنا اليوم. أوكي، أنا كمان كثير مرتاحة لك يا أمي، وحاسة إني بعرفك من سنين، فخلص خلينا نشوف بعض حتى بعد ما يخلص التصوير ونتعرف على بعض أحسن. منشوف منشوف. يلا ستوب شباب، اوكي اجا الاكل؟ دقيقتين بصير هون. رحم ضاشا. يعطيك العافية الأستاذ. الله يعافيك يا عزيزي. شو عجبتك؟ أنتِ بتطيري العقل. ما بتتخيلي كيف صاير عم حس، صاير عم حس إنه التصوير بدوني شغلة معدتة وما لها طعمة وناشفة. كل الجروب كان بالصف طاير عقلهم على الجو على الهوا على البسط، إلا أنا كنت مفتقدك. اللي انا هالحكي خجلتني استاذ. طبعا لك انت شو شايفه حدا تعالي واقف معنا؟ شكرا ميرسي. يلا شباب. يعني عن جد قليلي صارحيني، من حقي اني اعرف. انت مو حاسه انه معجب فيكي؟ طيب طيب امير، رح اكون صريحه معك، بس بدك توعدني انه ما تكون صراحتي تسبب مشكله بينك وبين وسام. بوعدك. أكيد. خلص سوزان، قلت لك بوعدك. طيب أمير، لا وسام علق مرة على تقاربنا أنا وياك وقال لي إنه ما تغمقي، وقال كمان إنه في حديث بده يحكي معي بس لنخلص التصوير. أيوة هيك القصة. إيه هيك القصة. بقى يبدو إنه في بذهنه شيء بده يحكي بخصوص هذا الموضوع، بس شو هو ما بعرف. ما بتعرفي؟ ما واضحة؟ يعني هي واضحة تقريبا. طبعا انت بتعرفي انه كان متزوج مرتين قبل هلا، ما هيك؟ ايه بعرف. ايوه وما بيهمك؟ يعني انا ما بحب قيم حدا على هذا الاساس، يعني هو مو دليل دائم على فشل الارتباط. بفهم من حكيك انه لما قلتي لي انه بكره بس نخلص تصوير بنصير نطلع مع بعض ونتعرف على بعض اكثر، كان منشان هيك، منشان تختاري. أمير لما هو حاكاني أنت ما كنت محاكيني بشي لسه. إيه بس كان واضح.
كان واضح بس ما كان منقال. بعدين أنا ما كان عندي سبب إله إني برفض اسمع أي عرض منه، يعني ما حكى شي زلمة. ولما يحكي ولا لك هي ما بدها سؤال، أنا بجاوب عنك. أكيد لما يحكي معروف كفة مين رح ترشح، كفة الأستاذ وسام المخرج الكبير المشهور اللي الكل بدهم رضاه، ما؟